خلينا نسأل سيادتك سؤال. دار الإفتاء لما تصدت لهذا الفكر المتطرف المنحرف المتشدد المتجاوز لإنسانية ورحمة الإسلام في تجليها، كانت هدفا، وسيادتك شخصيا كنت هدف، وأنا عاصرت كتير جدا من التهجمات على شخصك الكريم وعلى علمك وعلى الدار. كيف تتعاملون مع مثل هذه الهجمات؟ هل بالاحتساب بالصبر أم بالرد؟ تقريبا نحن لم نرد. لماذا؟ إنما نرد على الأفكار. يعني ماذا عندكم؟ قول سيدنا عبد الله بن عباس، ماذا عندكم؟ ما فيش في وقت سيدنا عبد الله بن عباس فيه ردود على واحد يعني حيشتم أو حيسب، إنما هو بيرد على فكرة. ولذلك نحن معنيون بالأساس على الرد على الفكرة التي تبنتها، والتي هذه الفكرة أثمرت عن سلوك عدواني، سلوك صراع، سلوك هدم، سلوك قتل. فالفكرة هي الأساس الذي نبتغيه. وهل نجحتم في تفكيك الفكرة؟ نحن فعلنا بالفعل جهد كبير جدا، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد أثمر. وبالفعل يعني هي الشتائم التي أنت سيادتك ذكرتها هي دليل على تأثير العلاج، تأثير المحاربة الأفكار هذه. يعني كنا نحن بوقفين مثل الشوكة في الحلق بالنسبة لهؤلاء ونكافح ضد هذه الأفكار، معناها أننا أثرنا. وأنا أذكر سيادتك مثلا موقف، وسيادتك كنت معنا في هذه الرحلة المباركة في بريطانيا في لندن، عندما أودعنا تقرير باللغة الإنجليزية عن جماعة الإخوان، عن جرائم جماعة الإخوان، صحيح، وهو أيضا بهذا العنوان جذور العنف عند الإخوان، ومكتوب باللغة الإنجليزية، وتم إيداعه في مجلس العموم البريطاني ووزع على سادة الأعضاء. وجدنا إبراهيم منير، يعني رحمه الله قبل أن يموت بطبيعة الحال، كتب خطابا موجها إلى يعني البرلمان وتوضيح الصورة، وأننا لسنا كذلك. وهو طبعا بيقول إن التقرير يعني تقرير مجافي للحقيقة وكاذب، ويقول براحته، لكن نحن لم نكتب إلا من خلال رصدنا الحقيقي لما تم. ولذلك كل مراجعنا وكل مصادرنا ما كتبتموه أنتم وما فعلتموه أنتم أيها الإخوان، نحن لم نتجاوز الحقيقة في شيء. لكن الشاهد أن التقرير الذي أودعناه وهو يحارب الأفكار ويرصد ما كان الحقيقة، هذا التقرير أثر تأثيرا كبيرا وعمل عندهم إشكال وجزع لدرجة أنه هو الكبير عندهم والذي رد على هذا التقرير. فإذا نعم، نحن أثرنا بهذا الطرح الذي طرحناه في دار الإفتاء المصرية، وبالبرامج التي فعلناها والتي قمنا عليها. وشوف سيادتك آخر شيء في 22